اختبار إنتاج كتابي الثلاثي الثاني. السند: سمية تلاحق الفراشات في البستان. التعليمة الأولى: أرتب الجملة بوضع الأرقام من 1 إلى 3، وهي تمسك بيدها شبكة. خرجت سمية تتجول في أركان البستان وتلاحق فراشة. أحسنتم أحبتي الصغار، هكذا تكون الإجابة، وهي تمسك بيدها شبكة. رقم 2: خرجت سمية تتجول في أركان البستان. رقم 1: وتلاحق فراشة. رقم 3: التعليمة الثانية: انتجوا نصاً قصيراً يعبر عن المشهد مستعملاً الجمل السابقة وأثريه بعبارات من اختياري. السماء والشمس. ممتاز، الإجابة تكون كالتالي: السماء صافية والشمس ساطعة. خرجت سمية تتجول في أركان البستان الفسيح، وعلى رأسها مظلة، وهي تمسك بيدها شبكة وتركض وراء الفراشات الملونة بكل خفة.